بلشنا نتعلم كيف نحل الريكرنس ريليشن اللي هي ناتجة عن ريكيرسيف فانكشن. يعني أنا عندي ريكيرسيف فانكشن عم بحسب له رننج تايم، طلعت ريكرنس ريليشن، بدي أحل هاي الريكرنس ريليشن. قلنا في عنا 3 ways. الطريقة الأولى اللي هي استخدام الإيتريشن ميثود، والطريقة الثانية اللي هي الريكيرجن تري، الطريقة الثالثة الماستر ميثود. بلشنا بأول طريقة اللي هي الإيتريشن ميثود، وقلنا هاي الطريقة إيش بتعتمد يا شباب؟ على التعويض. على التعويض، ضلني أعوض حتى أطلع نمط. من خلال النمط هذا بقدر أطلع تمام اللي هو الكومبلكسيتي. أخذنا أول دكتور يس. هلا عندي سؤال، يمكن هو سمبل ماث يعني، بس هلا هون اللي بالأحمر كيف لوج 2 تو ذا باور كي طلعت كي؟ مش احنا بناخذ اللوج للطرفين؟ لاحظ يعني قلنا احنا بدنا نتوقف عند الـ T1 تمام؟ هلا الـ T1 هاي اللي عند البيز كيس متى بتحدث؟ مشينا هون لما تصير الـ N طلعنا تساوي لما الـ N بتساوي 2 to the power k. هاي لما الـ N بدها تساوي 2 to the power k، عشان لما اقسمهم على بعض يعطيني T1. اوكي؟ هلا خذ لوج لطرفين، log n تساوي log 2 to the power k، صح؟ تمام. هلا لما يكون في عندي اس على البيز الموجود هون او على القيمه الموجوده هون، ايش بسوي؟ بطلع ورا، صح؟ معامل. ايوه، عندي k log 2 والبيز اللي عندنا 2، احنا ما كنا متفقين اذا ما حددنا بيز والبيز 2، ايش log 2 بيز 2؟ واحد صفت k، صارت log n تساوي k. تمام. انا كل بالي كان انه لوج البيس 10 مش 2، فخلصنا. لا، احنا اللي اتفقنا انها بيس 2 مش 10. طب في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ طب خلينا ناخذ another example. اكزامبل اخر، بسم الله الرحمن الرحيم. اكزامبل 2، تي اوف ان بدها تساوي ان بلس 2 تي ان اوفر 2. هلا لما انت تطلع هاي الريكرنس ريليشن ايش بتفهم؟ تي لوج ليه؟ لا لا، انا ما بدي الكومبلكسيتي. ايش يعني؟ ايش بفهم انه هاي يعني ايش الانديشن اللي بعطيني اياه عن الكود؟ انه بتتعامل مع تو هافز 100%. اول اشي هافز، ليش حكى هافز؟ لانه بقسم ان على 2 كل مره، تمام؟ انا بقسم البروبلم لتو هافز بالنص. ليش؟ لانه لو كان الانبوت سايز للبروبلم عندي ان، تمام، بحاول احلها باستخدام الحل تاع السب بروبلمز. السب بروبلمز كل واحد السايز تبعها قديش؟ ان على 2. وهل باخذ 1 سب بروبلم ولا باخذ التنتين؟ تنتين. ليش؟ لانه هون في 2. هاي بتعني عدد السب بروبلمز، عدد السب بروبلمز اللي انا اخذتهم، وهاي بتعني قديش مقدار التقسيم هون. طيب وهي ايش بتعني؟ عدد خطوات ثابت يعني. يعني عدد الخطوات اللي ما لها دخل بالريكيرجن، عدد الخطوات اللي بتصير تمام قبل ما انا اعمل الريكيرجن ان، اللي هي بتمثل الخطوات اللي بتساعدني اعمل ديفايدنج وميرجنج او بروسيسنج معين هون الان. اما هاي بتمثل عدد السب بروبلمز اللي انا باخذهم كل مره، وهاي بتمثل كيف التقسيم بيتم، هو تقسيم بالنص. anyways انا هلا هاي بدي احلها باي طريقه؟ نتذكر احنا شغالين iteration. طيب iteration يعني تعويض، يعني كل مره
بدي اعوض وطلع قيمه التي ان على 2 ادخلها مره ثانيه جوا نفس الفورمولا. فانا على جنب بقول له تي ان على 2 ايش بتساوي بيزد على هاي الفورمولا، يعني لو كانت ان قيمتها ان على 2 دخلها، دخل ان على 2 هون بصير هاي قيمه الان ان على 2 كمان، صح؟ زائد 2 وهون تصير عندي تي ان على 2 على 2 ان على 4 تقسيم 2 يعني ان على 4 يعني زائد تي ان على 4. هلا هاي بلاج اند تشك بدي ارد ايش ادخلها مره ثانيه واعوضها عندي نفس الفورمولا تاعت تي ان، يعني صار عندي هون اوريدي موجود عندي من قبل ان نزلتها زي ما هي زائد 2 نزلتها زي ما هي مضروبه في تي ان على 2 اللي هي قيمتها طلعناها من خلال التعويض. انا بعرف اولها بتكون امور صعبه عبين ما تقدر تستوعب الكونسبت، بعدين بصير امور كثير سهله، بس مجرد عمليه تعويض بسيطه ونبحث عن نمط. التي ان على 2 هي عباره عن ان اوفر 2 بلس تي ان اوفر 4. هلا قبل 2 دكتور عفوا قبل التي اللي فوق فيه ثانك يو في عندي هون 2 يس. هلا بندخل 2 على القوس صفت عندي ان زائد ان على 2 في 2 اللي هي ان زائد 2 ب 2 4 تي ان على 4. طيب هلا فينا نمط واضح، بس انا خلينا نعمل كمان تعويض عشان نتاكد. صف عندي هنا ان زائد ان زائد 4 بدي اطلع تي ان على 4. التي ان على 4 بعوضها وين؟ بالفورميلا الاصليه، يعني دخل هون ان على 4 ايش هتعطيني مكان الان؟ دخل ان هتعطيني ان على 4 زائد 2 مضروبه في تي الان على 4 على 2 8 على 8 اللي هي تي ان على 8. ندخل 4 على القوس الصف عندي ان زائد ان زائد 4 ضرب ان على 4 اللي هي ان زائد 4 ب 2 8 تي ان على 8. طيب خلينا نجمع الانات عشان ندور على نمط. ان زائد ان زائد ان عباره عن 3 ان زائد 8 هي عباره عن 2 و 3 مضروبة في تي ان على 8 اللي هي برضو 2 قوة 3. لاحظوا النمط. هلا لو ضليتني اعوض لغاية ستيب كي تمام، عشان الستيب كي الهدف منها احطه عشان اطلع النمط ما اعتمد على قيمة ثابتة، هي عبارة عن بدل 3 بالكي يعني بصير عندي كي ان زائد 2 قوة K تي ان مقسومة على 2 قوة K. تمام. هلا احنا حنضلنا ماشيين نعوض. يس ممكن لو سمحت بس تخلص عندك تحكي انه ترجع لي اول خطوة كيف عملتها باول ستيب. اول ستيب شايف التي ان على 2 هاي نعم طلعناها عن طريق تعويض الان على 2 مكان الان هون عملناها على جنب تمام. تمام دخل انت هون الان على 2 بهاي الفورميلا ايش هتعطيني انت احكي لي. اوكي ان على 2 زائد 2 تي ان على 2 على 2 بالضبط ان على 4 اللي هي ان على 4 هاي مسكناها وعوضناها مكان التي ان على 2 تمام. بعدين دخلنا 2 على القوس صفت عندي
ان زائد 4 تي ان 4. بدينا عملنا نفس القصه بالتي ان على 4، دخلناها بالفورميلا الاصليه اللي فوق هاي. وصلت وصلت دكتور، شكرا لك. تي ان على 4 صفر ان على 4 زائد 2 تي ان على 8، دخلنا الارقام. هلا انا هون صف عندي نمط، لمت حستمر، حستمر لغايه التي 1. تمام. هلا التي 1 متى بتحدث؟ هاي التي 1 متى حوصل لتي 1 للبيز كيس؟ لما ان بدها تساوي 2 تو ذا باور كي. تو ذا باور كي مظبوط. ناخذ لوج لان الطرفين عشان اطلع كي لحالها. عندي لوج لان يساوي كي زي ما عملنا قبل شوي، صح؟ خذ لوج للطرفين، لوج 2 تو ذا باور كي كي لوج بيز 2 طبعا يا جماعه. هلا بدي اعوض مكان الكي لوج ان، فصفت عندي لوج ان في ان، يعني ان لوج الان زائد 2 تو ذا باور كي اللي هي عباره عن ايش؟ ان عباره عن ان عباره عن ان. طبعا هذا الحكي متى الكي حتصير قيمتها لوج الان؟ لما الان بدها تساوي 2 تو ذا باور كي، يعني هاي صفت قيمتها اللي جوا الاقواس واحد. هاي الحاله يعني انا اكزاكت يعني انا بعوض الكي بلوج الان في حاله فقط انه الان بتساوي 2 تو ذا باور كي. ان بتساوي 2 تو ذا باور كي يعني وصلنا لتي 1. هلا تي 1 حتطلع كونستنت بغض النظر، حتطلع 1 2 3 الى اخره. تي 1 حتطلع كونستنت اللي هي البيز كيس اللي هي القيمه تاعتها جاهزه، ممكن يحسبها بخطوه بخطوتين بثلاث اي دونت كير، فهاي كونستنت. بالتالي هاي ايش بتساوي؟ ثيتا وات كونستنت في ان زائد ان لوج الان. مين اكبر تيرم عندي في ان؟ الان لوج الان. دكتور سوري، هلا احنا ليش بنحط ليش بنستخدم ثيتا بالتحديد؟ حكينا استخدمنا ثيتا بالتحديد لانها هاي الايتريشن ميثود، بما ان ما عملنا تقريب وتعطيني اكزاكت. يعني دائما الايتريشن ميثود بنستخدم معها ثيتا اذا ما عملت فيها تقريب، يعني اذا ما افترضت. مرات بفترض عشان اقدر اسهل لحالي حل. تمام. انه مثلا تي ان minus 1 تساوي tn minus 2، يعني هي بالفورميلا كان فيها tn minus 2 بس انا افترضت انها بتساوي tn minus 1. هون فعليا size n minus 2، بس انا قديش اخذتها size؟ مثلا اخذت ابر، اخذت size اكبر. هون ما بحكي ثيتا، ليش؟ لان انا عملت assume لفرضيه معينه سايز اكبر من السايز الحقيقي، فبالتالي هطلع او ابر باوند. بس انا هون ما عملت اي فرضيه، انا شغال اكزاكتلي على الرننج تايم تبع هاي الفورميلا، حليته طلع اكزاكتلي واضح. هاي ثيتا، بس بتقدر تحكي انها او ان لوج الان، غلط؟ لا صحيح. اذا كانت ثيتا اكيد هي بيج او، بس لما انا احكي لك هي بيج او انا بفترض انها ابر باوند، ما بقدر احكي انها ثيتا ولا مش ثيتا، صح؟ بس لما احكي لك انها ثيتا معناته هي بيج او وهي اوميجا كمان. يعني الاشي اللي طلع معي هون هو ثيتا، بالتالي بقدر احكي عنه بيج او، بقدر احكي عنه اوميجا. مش هلا انا عندي ثيوريم بتحكي لي اذا كان ال f of n يساوي ثيتا g of n، فبالتالي f of n يساوي g of n و f of n يساوي big O f of g of n، صح؟ مظبوط. فعشان هيك احنا نكون واضحين. بس قلت لك انها O big O، اوكي. الشخص اللي هون بقول لك هاي upper bound،
معناته ممكن تكون اكبر او تساوي، ممكن تكون اكبر ما بعرف انا صح. تمام اوكي. سواء في حد عنده اي مشكله بالخطوات، الخطوات ما حتفهمها الا اذا رجعت حليتها بايدك لحالك مره مرتين وثلاث، بس هي الطريقه الوحيده عشان تفهم. ارجع اشرحها 10,000 مره قدامك هيك اوكي، صعب انك انت تستوعب الا لما تحل بايدك طبق انت. واضح يا شباب؟ حلها مرتين ثلاثه لحالك بدون ما تطلع على الحل تفهم الموضوع. دكتور هلا بالنسبه للرننج تايم فانكشنز كلها بزبط معاها الايتريشن ميثود ولا في حالات يعني؟ في حالات الايتريشن صعبه فبنروح، عشان هيك في عندي اكثر من طريقه. عشان هيك في عندي ماستر ميثود، يعني مثلا ماستر ميثود ما بزبط معها كل الحالات، والايتريشن ميثود معظم الحالات تزبط فيها، بس يعني في حالات صعبه اسهل اني اروح على طريقه ثانيه. طيب ناخذ انذر اكزامبل. طيب انذر اكزامبل، ليتس سي تي اوف ان تساوي ان بلس تي ان ماينس 1. اوكي بدنا نحلها باستخدام الايتريشن. iteration method عشان اطلع الكومبلكسيتي تبعها. نفس الشيء نستخدم عمليه التعويض، n بتنزل زي ما هي زائد tn minus 1. لو انا دخلت ال n minus 1 هون ايش هتعطيني؟ n minus 1 n minus 1 زائد tn minus 2 يعني عليكم تي ان ماينس 2. نيجي بنعوضها هون ان ماينس 1 زائد تي ان ماينس 2. والله دكتور معلش ليش طلعت ان ماينس 2 مش فاهم. هلا عوض محل الان ان ناقص 1. تمام ان ماينس 1 حلو، وعوض هون ان ناقص 1 ناقص 1 صارت ان ناقص 2. اوكي خلص تمام خلص تمام صح؟ يلا تمام. إذا هي صفت عندي n زائد n ناقص 1 زائد tn ناقص 2. هلا tn ناقص 2 نفس الشيء، رد عوض. ننزل أول شيء n ناقص 1 ال n وال n ناقص 1 بينزلوا زي ما هم، زائد هلا هاي دخلها مرة ثانية هون n ناقص 2. هصير عندي مكان ال n n ناقص 2 زائد t n ناقص 2 ناقص 1 t n ناقص 3. يعني هي صفت n ناقص 2 زائد t n ناقص 3 تمام. طب هلا لو ظلنا مستمرين نعوض ونعوض 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 لوين حنوصل؟ يصير عندي n زائد n ناقص 1 زائد n ناقص 2 زائد n ناقص 3 زائد حتى اوصل اللي هو n ناقص k. بدناش نحطها k، خلينا دايركت، خلينا نوصل ال n ناقص ال n ناقص 1. يعني خلينا نوصل اللي هي تي واحد. اوكي تمام دكتور. تمام ضلنا ماشيين اللي هي لو كانت ان خمسة التي واحد متى حوصل لها؟ لما اطرح منها اربعة. عشان هيك قلت لك ان يساوي بس ان ناقص واحد. يعني لو كانت الان خمسة الان ناقص واحد تكون اربعة. اوكي لاحظ انه هون دائما لما اقول لك تي ان ماينس 3 قبليها ايش بكون عندي؟ ماينس 2. ماينس 2. فبالتالي لما انا اوصل لغايه 2 حيكون عندي هنا تي 1. تخيل هاي ال n ماينس 2 مثلا ال n 5 ال n ماينس 2 ايش حتكون؟ 3
ثلاثة واحد تكون اثنين. هاي دائما سابقة هاي بواحد. لما أوصل لحد اثنين هتكون هاي تي واحد. صح؟ يعني ضلك عوض حتى توصل لتي واحد، هصير عندك ان، لو كانت ان خمسة هصير عندي خمسة أربعة ثلاثة اثنين زائد تي واحد. لو ان عشرة هتصير عندي عشرة زائد تسعة زائد ثمانية زائد سبعة زائد ستة زائد خمسة زائد أربعة زائد ثلاثة زائد اثنين زائد تي واحد. يعني آخر حد هو اثنين. exactly آخر حد هو اثنين زائد تي واحد. طيب هلا هاي كلها يا جماعه ايش هي؟ ثيتا الان عباره هي ثيتا 100%، هي ثيتا الان تربيعها مش ثيتا الان. ليش تربيع؟ على حد 2 ان. هاي مش على حد ان، هاي مش حد، يعني قصدي هاي عباره عن سميشن اوف اي. تمام صحيح. اي بتساوي 1 لغاية ال N، أو هي حتى فعليا هون من I بتساوي 2 لغاية ال N، اللي هي عبارة عن إيش؟ N ناقص ولا زائد 1 على 2 ناقص N في N زائد 1 over 2 صح؟ ناقص 1. ليش؟ لأنه ما بلشناش من واحد، بلشنا من وين؟ من الاثنين بلشنا، فلازم ناقص واحد. صح. زائد تي الواحد. تي الواحد كونستانت. لو أنا اعتبرت تي الواحد واحد، تمام؟ كان هاي summation direct n في n زائد واحد over 2. بس عشان نكون دقيقين شوي، قلنا بدنا نمشي من الاثنين للn. خلي تي واحد هون. هاي حتكون نفسها n في n زائد 1 over 2 minus 1. هاي اللي هي عبارة عن شفناها قبل المرة، هاي عبارة عن نص n تربيع، يعني أضرب n في n بصير عندي n تربيع مقسومة على 2 صارت نص n تربيع، وهون دخل n في 1 يعني زائد نص n ناقص 1 زائد t 1 هي عبارة عن هاي ثيتا ايش؟ ان سكوير الانتربيع، لانه اكبر ليفل فيها هو الانتربيع. اكزاكتلي وهي كونستانت. واضح يا شباب؟ تمام دكتور واضح. تمام. خلينا ناخذ الفاكتوريال. ذاكرين الفاكتوريال؟ ريكرنس ريليشن. ايش تي اوف ان تبع الفاكتوريال طلع معنا؟ اللي هو ال ان في تي في فاكتوريال ان تي او تي لا لا رننج تايم طلع معنا 1 زائد تي ان ناقص 1 صح؟ تمام. بشكل طلع معنا الفاكتوريال المحاضرة الماضية الرننج تايم فاكتوريال مش الفاكتوريال نفسه. دكتور مزبوط صح. الرننج تايم اوف فاكتوريال، وحكينا هاي هي ثيتا ان. خلينا نحلها مع بعض باستخدام الايتريشن عشان نثبت انها ثيتا ان. طب حاولوا تحلوها انتو بليز، يعني قريبه من النمط اللي حليناه قبل شوي. يلا انا نحلها ونصورها ونبعث لك اياها ولا بس هيك؟ اوكي حلها واحكي لي الحل. ماشي حاولوا تحلوها انتوا، ما بدي بس الموضوع بس تلقين، خلينا نجرب اشتغل بايدك. سهل كثير هاي يعني. Thank you.
دكتور الحل النهائي تبعها ثيتا ان؟ يس طلع ثيتا ان حليتها. طيب يلا حكي لنا اني كيف احلها. اول شيء عوضت ال n minus 1 بتطلع المعادله الجديده 1 plus 1 t n minus 2. اذا زميلك عوض مكان t n minus 1 اوكي دخل t n minus 1 هون صفت مع 1 زائد t n minus 2 يعني هون على جنب عمل t n minus 1 طلعت معه تساوي 1 زائد t n minus 2 اوكي عوضت مرة ثانية بال t n minus 2 طلعت 2 plus يعني الحل النهائي 1 زائد 1 زائد 1 صفت هاي كمان مرة عوض t n minus 2 اللي 1 زائد t n minus 3 بعدين طيب. طلعت النمط اللي هو k plus يعني هاي جمعهم الوحدات صفوا معاه 3 زائد تي ان ماينس كي لا سوري تي ان ماينس 3 لاحظ انه في نمط يعني لو عوض مره ثانيه حصير معه 4 زائد تي ان ناقص 4 وبقول لك الزلمه في عندي نمط اللي هو ايش النمط كي بلس تي ان ماينس كي تمام وإذا بدنا نطلع البيس كيس اللي هي تي 1 لما تساوي الان تساوي البيس كيس التي 0 تمام عشان البيس كيس عندي تي 0 في الفاكتوريال انا حسبت على تي 1 مش فرقت تي 0 ولا تي 1 مش هتفرق معنا يعني بس هو احنا البيس كيس اخذنا تي 0 اللي هو 1 والتي 1 1 تمام عشان احصل اوصل تي 0 الكي بتساوي الان لو بدي اوقف عند تي 1 الكي ايش حتساوي ايوه الناقص 1 صح يعني لو بدي اوقف هون عشان اطلع معي تي 1 هون الكي حتساوي ان ماينص ناقص 1 لو بدي اوقف عند الزيرو اعتبرها هي البيز كيس الكي حتساوي ان فلو اخذت هاي اوكي لو اخذت هاي اوكي انا لما اجيب لك ريكرنس ريليشن زي هاي بكون محدد لك مثلا البيز كيس قايل لك البيز كيس مثلا تي 1 يساوي 1 او 0 او تي 0 مثلا البيز كيس عندك يساوي 1 مثلا بكون محدد لك ايش البيز كيس اوكي طيب هلا ليت سي انه وقفنا عند الكي تساوي ان ايش حصير عندي هون ان زائد تي تي 0 هاي كونستانت معناتها ايش بتساوي ثيتا ان ثيتا ان واضح شباب الدكتور انا بعد هذا المثال لحتى صراحه وصلتني الفكره كامله يعني انا ما كنت لسه فاهم 100% مع هذا المثال انا بعد ما حليته بايدي يعني وصلت لانه هاي نتيجه صراحه فهمت الفكره يعني حلو واحد لما يشتغل في ايده غير هذا ما اصل انه يعني بده يشتغل في ايده عشان يقدر يستوعب في حد عنده اي سؤال شباب هون طب ناخذ انا ذا اكزامبل خلينا ناخذ الفيبوناشي الفيبوناشي سيكونس اوكي الرننج تايم تبعها طبعا انا بحكي فيبوناشي سيكونس الريكيرسيف فيرجن منها اللي هي ريكيرجن فانكشن اوكي الرننج تايم هي تي ان ناقص واحد ناقص لا معنى تي ان تساوي واحد
زائد تي ان ناقص واحد زائد تي ان ناقص اثنين صح؟ بدون الواحد ولا لا؟ لا مع الواحد على أساس إنه أنا في عندي one operation كل مرة بتصير تمام؟ هيك طلعناها تمام اوكي واحد زائد تي ان ناقص واحد زائد تي ان ناقص اثنين تي ان ناقص واحد الكول عشان يطلع لي الحد اللي قبل هذا الحد وهذا الحد اللي قبل قبل هذا الحد هو مش هيك بنطلع حدين مجمعهم تمام بعدين عندي constant number of operations كل مره بصير اللي هي الاديشن لسه نعتبر انه انا بعمل عمليه جمع صح اللي هي الموست difficult operation او ال highest cost operation يسموها anyways هيك طلعت معي بدي احلها باستخدام الايتريشن طب دكتور هون في عندنا احنا n minus 1 و n minus 2 طب اي واحده بدنا ناخذ نعوض بالمعادله الاصليه بدك تاخذ التنتين تعوضهم لو بدك تاخذ على التنتين بصير الحل كثير صعب في طريقه اسهل اللي هي نعمل تقريب ما بعطيك عليها لو انا قلت له افترض انه تي ان ناقص 1 تقريبا بدها تساوي تي ان ناقص 2 يعني ايش الفرق بين تي ان ناقص 1 وتي ناقص 2 وان اوبريشن او الانبوت سايز فرق بسيط لما يكون الانبوت سايز كثير كبير تمام ما حتفرق ان ناقص 1 وان ناقص 2 تقريبا متساويات هون انا عملت اسامبشن فبالتالي لما يطلع معي الجواب ما بحط ثيتا بحط ابر باوند اي بالضبط فانا عندي تي ان ماينس 1 تقريبا تساوي تي ان ماينس 2 هنا اور اسامبشن اسيوم طب هلا ايش صار معي الريكرنس ريليشن عفوا هون يعني لما بدنا نعوض بالان ماينس 1 ولا بالان ماينس 2 ماينس 1 لا بدنا نعوض بالان ماينس 1 بالاكبر اه تمام بس دكتور هيك احنا بدنا نحط معناته 2 تي ان ماينس 1 صح يعني عندك انا صفت عندي الريكرنس ريليشن تي اوف ان بدها تساوي 1 زائد 2 تي ان ناقص 1 هلا صار سهل الحل هيك رجع نفس السؤال اللي قبله تقريبا يعني. بس انه في 2 يعني اكزاكتلي طيب يلا حلوا لي اياها هاي حاولوا تحلوها دكتور بطلع الحل big O N
ايش بيطلع الحل؟ بيج او ان. لا مين طلع مع حل شباب كمان؟ بس ثواني دكتور. خذ راحتك. دكتور البيس كيس 0 ولا 1؟ لا 0 اعتبر بيس كيس تي اوف 0 يساوي 1. دكتور طلع معي بيج او ان ولا غلط؟ بيج او ان غلط. لوج الان دكتور بيج او لوج الان برضه غلط. دكتور بس تقدر تعيد السؤال؟ بس سؤال بدنا نحل هاي باستخدام الايتريشن اللي في بونشي يعني. لا لا هاي بتمثل الفيبوناتشي سيكونس تمام. هاي بمثل الرننج تايم بتاع الفيبوناتشي سيكونس احنا حسبناه سابقا. اوكي عباره عن تي اوف ان يساوي 1 زائد تي اف ان ماينس 1 زائد تي اوف ان ماينس 2. هاي الرننج تايم بتاع الفيبوناتشي سيريز. حلو. هلا عشان نحلها قربنا ان تي ان ماينس 1 نعتبره تقريبا يساوي تي ان ماينس 2. فصارت معي الريكرنس ريليشن بهذا الشكل تي اوف ان يساوي 1 زائد تي اوف ان ماينس 1. طيب خلينا نحله مع بعض. خلينا نعوض. هذا عباره عن 1 زائد 2 مضروبه في تي ان ماينس 1. ايه في تي ان ماينس 1 بتساوي لو دخلنا هون بصير 1 زائد 2 تي ان ماينس 2 ان ماينس 2 1 زائد 2 تي ان ماينس 2 نعوضها هون 1 زائد 2 تي ان ماينس 2 هاي تساوي 1 زائد 2 2 في 1 يعني 2 زائد 2 في 2 4 تي ان ماينس ايش؟ 2 اوكي هلا تي ان ماينس 2 عوضناها بالريكرنس ريليشن الأولى عبارة عن 1 زائد 2 تي ان هي ماينس 2 ماينس 1 ماينس 3 لاحظوا كل مرة 1 زائد 2 نفسها 1 زائد 2 تي ان بس منقص من هاي صف عندي هون ايش 1 زائد 2 زائد 4 مضروبة في 1 زائد 2 تي ان ناقص 3 1 زائد 2 زائد 4 دخلنا 4 على القوس زائد 8 تي ان ناقص 3. طيب خلينا نحاول نطلع نمط نجمع الارقام هاي مع بعض 1 زائد 2 3 زائد 4 7 زائد
8 تي ناقص 3. حاول نطلع ايش مشترك بينهم. لاحظ هاي عبارة عن 2 هو 3 ناقص 1، وهاي عبارة عن 2 هو 3 صح؟ أي. وهاي عبارة عن n ناقص 3. راح طلع عندي نمط، طبق النمط على أي خطوة من الخطوات بيطلع معك. يعني هون خذ النمط هون مثلا في هاي 2 زائد 1 3 صح؟ 3 عبارة عن 2 قوة 2 ناقص 1 زائد 2 قوة 2 مضروبة في تي ال n ناقص 2 مضبوط؟ طيب هلا اذا هاي ممكن ضلنا ماشيين نعوض حتى نوصل للستيب كي، بصير 2 تو ذا باور كي ناقص 1 زائد 2 هو k تي ان ناقص k. هلا انا بدي اضلني ماشي زي ما اتفقنا حتى اوصل الزيرو. متى بوصل الزيرو؟ ان يساوي k لما ال n تساوي k تمام. فانا مكان ال n عوض k، مكان ال k عوض n، صار عندي 2 to the power n ناقص 1 زائد 2 قوة n مضروبة في t 0 تمام؟ هلا أنا given أنه t 0 1 بدون ما حتى أعمل أي شيء، هي واضح أنها theta 2 to the power n. بس يعني لو أنا بدي أحلها أكثر t 0 1 2n 2n صف عندي 2 2 to the power n ناقص 1 اللي هي طبعا ثيتا ايش 2 to the power n. قصدك big O دكتور؟ سوري هنا هون big O مش حتضبط معنا ثيتا لانه عملنا assumption. اوكي فايش طلعت معنا؟ exponential. Exponential. عشان هيك بقول لك هون recursive solution very bad بالنسبة للإفشنسي والرننج تايم. لو حليتها iteratively طلعت اللوكيشن أو الفاليو تبع لوكيشن معين بالفيبوناشي سيريز نفس الفانكشن يعني استخدام اللوب العادي تطلع theta n. تخيلوا الفرق من n من linear لإيش؟ لإكسبونينشال باستخدام اللي هو الريكيرجن. دكتور هلا بالأسامبشن لو عملنا ال tn minus 2 هي اللي تساوي tn minus 1 هل بيختلف الحل؟ ولا إحنا دائما نتعامل مع الأصغر؟ لا إحنا هلا هون افترضنا الأكبر، يعني افترضنا السايز الأكبر عشان نطلع upper bound. الأكبر أصلاً. هيك بصير lower bound. إنه افترضنا السايز الأكبر. عشان هيك أخذنا الـn ناقص واحد. طيب يعني لو العكس بطلع الحل بالنهاية أوميجا. إكزاكتلي. بطلع إحنا ماخذين السايز الأصغر فبطلع معك الحل أوميجا. أوكي. تمام يا شباب. طيب نأخذ another example. إكزامبل الكتاب أتوقع لا مرات تكون معطيني إياها بطريقة فيها تريك هيك بسيط تي إن مثلا أوفر 2 يساوي إن أوفر 2 بلس 2 تي إن أوفر 4. لاحظ هون مش معطيني إياها بسايز إن، معطيني إياها بسايز إن على فأسهل إشي للحل هاي
جيب variable جديد سميه مثلا m اللي يساوي ال n على 2. ايش بصير معي؟ بصير t ل m يساوي m زائد 2 t لل m على 2. ايوه انه ال n على 4 هي n على 2 على 2، n تقسيم 2 تقسيم 2، فال n على 2 اخذناها m صفات m على 2. واضح؟ هلا هاي صارت نفس سيكونس حليناها قبل شوي، نحلها مره ثانيه، بنحلها على السريع. عباره عن m زائد 2 مضروبه في t ل m على 2 اللي هي عباره عن m على 2 زائد 2 t m على 2 على 2 m على 4. m زائد m زائد 4 t m على 4. فعوضنا مرة ثانية، عندي m زائد m زائد 4 مضروب في t ل m على 4، دخلها مرة ثانية، بصير عندي هون m على 4 زائد 2 t ل m على 4 على 2 على 8 يعني. الام على 8 يعني. اللي هي عبارة عن m زائد m زائد m، اضرب 4 في m على 4 m زائد 8 t الام على 8. صارت زي الماضي، حيصير عندي 3 m. 3 m زائد 2 قوة 3 t على m على 2 قوة 3. اللي هي k m زائد 2 to the power k t ال m على 2 to the power k. هون عشان اوصل لل t1 يصير عندي ال m تساوي 2 to the power k، يعني log ال m تساوي k. اللي هي ايش صفت عندي هاي؟ لوج ال m اللي هو m لوج ال m زائد 2 to the power k اللي هو m، وهاي اللي هي t 1. t 1 صح. تمام. هلا لو عوضت مكان ال m n على 2 ايش حصلت عندك هون؟ n على 2 n على 2 log ال n على 2 زائد n على 2 n على 2 t ل 1. فهي هي نفس ثيتا، هي حتطلع بالضبط نفس الشيء اللي هي ثيتا n log ال n. تمام. حتى لو ما عوضت ومشيت على هاي اوكي، لانه انا مش حتفرق معي يعني، اللي هو لو اخذت ال هاي بس سيكونس تفرجيني العلاقه، بس هي مفرجتني العلاقه بين الانبوت سايز على 2. واضح يعني دكتور؟ يعني حتى لو ما عوضت عادي. ليش؟ لانه هي ايش بتحكي لي؟ انه الانبوت سايز على 2 هيك بيساوي، انا هون طلعت السايز كامل، وانا بدي اطلع الرننج تايم، ما بطلع الرننج تايم للان على 2، بتطلع رننج تايم لمين؟ للام، للام او للام. فانت لو خليتها ام ورجعتها ان عادي اوكي. يعني الهدف هون اطلع علاقه بين الانبوت سايز كامل تمام مع الريكيرسيف كولز. هون معطيني العلاقه بين نص الانبوت سايز لان على 2، حتى لو ما عوضت ضليتك على هاي مباشرة، هي عبارة عن ان لوج الان. واضح يا شباب؟ في حد عنده اي سؤال؟ ليش شباب الفيديو هذا ضروري ترجع تشتغل بايدك؟